بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.